كل من دون أي خوف أو تردد، على عكس الباقيين اللي فضل قسم منهم يتبع سياسة التكتم والقسم الآخر سياسة التكلم بالهمس. طب لا، ما حدش يقول التاني. طب مش عرفني. لا، ما حدش يقول التاني. بالعكس. إذا أنت ما عندكش مانع تقول للناس؟ ما عندي مشكلة. ليه؟ صوفيا قال شو عنده يعني؟ ومن فوق طب عامل ازاي؟ من فوق هيك وجاية هون قبة مروسة واقفة بتجيك زاوية من هون. يعني ايه قبة؟ زي اللي هي بتاعتي. قبة يعني كولر. يعني هيك قبة زي اللي كانت في الفستان الجري بتاعي. هيك الخمسينات اللي هي مقلوبة دي. لا لا لا، هو مش مقلوبة، هو واقفة هيك. هيك وصار مكار تحتها بالدونتيل. من هون سنتور ضيق، من هون بوف هيك بس تجي ضيقة كتير حلو. وفوق التيوب. لا لا لا، غيرك خالص. وبرش هون بالألوان أحمر والأخضر كتير حلو. آه عايش. أنا استغربتك. استغربت زي سوفيا. بالعكس لازم تقولوا موديلاتكم تمام تتقارب الأفكار. لا أنا ما غير هيك تماما. لا أنا غير تماما ومش هقول موديل. لا ولا. بس ممكن أقول لك أنت موديلي. أنت أه هيك تمام. انا احلى نعمل ترجع تقولوا يا قريب. انا حامل فستان احمر. حامل فستان احمر كسا. مختلف. حامل فستان احمر وكلها قماشه رح احرقها بايدي. انت على كلها كلها رح احرقها بايدي. انا فستان احمر هيك وتشيل صوره. كتير حلو. كتير حلو يا شوش بجد. وريني كتير روعه. وبقت قماشه مشجره. شو شو بدي اسالك؟ هيدا حلو؟ اي انا حبيت هيك. لا انا بتلبس هيك لكن لبس بلاك اند وايت حلو ولا لا؟ رياه يعني. مش انت اللي له اوكسجين كله رياه رح تعمل سجينة بريزونيير. رح اعمل يا جاكيت رياه وفستان سادة، يا فستان رياه وجاكيت سادة. اوكي افتكر يعني اول ما تفوت لقيت كان لبسه تنورة وجاكيت. مش لاقي جاكيت لا فستان مع ديروفير. شو؟ لا شو بشوفه بركي هو الجاكيت او الفستان. انا هستعمل فستان احمر. فستان احمر عشان تبقوا عارفين. هاجه سنين فستان احمر. جاكيت ريه بتطلع كثير كليشيه. حلو. انا بفضل دريس جاكيت احمر. الجاكيت الفستان حط له البيت فوق تربي هيك بالاحمر. اوكي حلو. لا سترونج. انا بحس انه هيدا انه قوي كاركتير. انه ليك انه كثير سترونج بتحسي الكاركتر تبعه. وحتى لبسه سي تري هيك في ستركتور بتيبه. هيك الكلتو مسكلمي يعني ريانه بقى سوجي. لا لا بحسها. لا 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 سابو ات. بس انا خايفه من كله ريان. عرفتي؟ بس قلي لك ريان كيف الفستان الثاني شفتي فوق كيف فيها الدربي وهول قلبه. بدي اعمل صدر في قلبه احمر يعني مع هيك الجبيه مثلا بي. ايه ايه بس مش ري تحت يجي شو كله ري. ايه وفوق احمر. اوكي انا كذا مره عملت هيك ستايل الشعر والشعر كنت هعمل على البرايم الفستان اللي لبسته هيك بقى له هيك ستايل. نفس الميك اب انا عملت بس الشعر ليك يا ميمي. بس لكن فيه فكرة. فيه فكرة والله. شو كقماشة يعني أنا عملت طبعا مش حطيتها بيضة سيدة فوقت يعني. أنا شو رأيك أنا؟ كتير حلو. قلت لها أنه عم تلبس جاكيتات وهذا شيء كثير هيك اسيمتريك. عايزين بايدا وين جسي مان وين جسي ريال. إذا جاكيت فوشيا وفستان أسود كحلته بالفوشيا أم لا؟ وين المشكلة؟ ما بتلبس فوشيا؟ بلا. طيب خلص أنا بطلع أتخيل الجاكيت كثير حلوة هيدا. يعني أنا قدرت أتخيل الرياء كنت خايفة منه مش هيك سألتك. بس إذا بتلبس فوشيا هون فوشيا مش تقولوا لي فوشيا ما بتلبس. لا لا بتلبس. تلبس خلص. البول دي فوشيا.
بوش انوار وي او نو تستاهل ديزاينر في تدوات عين جون انوار حلو كمان ليك يا البورت دو جون فيا كنت اعمل مثل عملته جمعه الماضي ما بيقدر يا ريت واحد فيه ما بيقدر بالوقت اللي كل الديزاينرز مشغولين بالتحضيرات داخل الوركشوب المودلز قاموا بزيارة سان ميشيل ليختاروا أحذية خاصة لإلهم النهارده عند سان ميشيل بنتفرج على كوليكشن الجديد في حاجات كتير قوي عجبتني ويا ريت اقدر اخدهم كلهم واو يا سون ترو بيل سون كتير 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 حلو انا كتير حبيت هذا البوت عشان هو فيغ وانا بحب اللون فيغ والستيل ديالي جد واو كتير حلو كان ده اكتر بوت عجبني اللون والستايل بتاعه انا بحب الحاجات دي بس يا رب الاقي له شنطة واخيرا لقينا الشنطة والبوت عن جد واحد بديع شو بده بينقي كده انا اخذهم كلهم اوكي ما في شيء بيرخص عليك جد طيب اوكي ميرسي كله راح اخذهم super contente on a pris des chaussures Saint Michel on a les mêmes chaussures des chaussures blanches trop belles et merci Saint Michel انا ومي عندنا لو ميم احنا الاثنين اخترنا نفس الشوز بالصدفه نفس الموديل ونفس اللون بس عجبونا اول اثنين بس في حاجه واحده المقاس مختلف انا اكبر من الاثنين ثانك يو سان ميشيل مشاهدينا أخبار يومياتنا لليلة انتهت لقوني بكرة المساء لمعرفة آخر التطورات داخل سكولا فاشن ولأي مدى رح ترتفع درجة التوتر اللي عم بتزيد بقوة مع دخول المشتركين إلى مرحلة النصف نهائيات كونوا كتار على الموعد باي باي ألو ألو مودي روري ازاي زعلانه منك جدا والله بكلم مامي انا ما بكلمش حد غير مامي ايوه ما عشان كده انا زعلانه وحشاني جدا يا رحاب وانت كمان اخبار الاطفال كلهم ايه تمام الحمد لله بتعجبك الفساتين جدا يا مودي وشكلك زي القمر وفساتينك تحفه يعني طيب اوكي ادعي لي لاني فاضل لي سنه واوصل للفاينل والله بدعي لك على طول معايا مفاجأة خدي كلمي اوكي الو الو هاي هاي مين معايا جيهان ازيك يا جيهان ازيك انت الحمد لله كويسه بيحكينا عنك دايما مودي قلت له بس بدك تحكي مع رحاب قال لي لفوت وكل مره بساله بشوفك على راي مامي انت فعلا زي القطه ميرسي ونحن عايزين نتعرف عليكم عن جد ايه صوتك على فكره مثل صوتك مثل تونت ماجي ما صوتك مثل صوت تونت ماجي اكيد ايه خلص طب خلص احنا الاثنين بس مهضومه